يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم الشخص الذي يدافع عن آخر يعتقد في نظرية التطور؟ يقول ما حكم شخص يدافع عن آخر يعتقد في نظرية التطور وولادة آدم من أب وأم، ويقول أنا لا أعتقد هذه المعتقدات، ولكن هذا تأويل مسموح به ولا يخرج صاحبه عن الإسلام، فالمسألة خلافية. نسأل الله العافية. هذا كلام باطل، ما يخرج صاحبه عن الإسلام، هو كذب. قوله تعالى خلق آدم من تراب، يقول آدم أنه قرد وتطور وصار إنسان، وش هل أكثر من هذا الإلحاد والعياذ بالله، وتكذيب آيات الله عز وجل. هذا هو الإلحاد، والذي يدافع عنه يأخذ حكمه لأنه رضي بفعله وبرر فعله فصار مثله في الحكم، نسأل الله العافية. فعلى الإنسان أن يحفظ لسانه من هذه المزالق وهذه الأمور، ويلتزم بالحق ولا يدافع عن أهل الباطل، ولا تكن للخائنين خصيما، واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. نعم.